عندنا مثل عامي ولعله فصيح يقول الطبع سراق. الطبع سراق بمعنى الطبع الذي على الإنسان سراق، بمعنى الناس تتأثر. القدوة لماذا قال الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة؟ لأن الفطرة البشرية الحقيقة يا مشايخ، الفطرة البشرية تميل إلى القدوة، تميل إلى التقليد والإعجاب، لأن الشخصية اللي تعجب بها أنت تكون أكثر تأثرا وأسرع من الكلام الواعظ والناصح والخطيب، جيد لا شك مفيد، لكن الأسوة القدوة أشد. عندنا مثل عامي ولعله فصيح يقول الطبع سراق. الطبع سراق بمعنى الطبع الذي على الإنسان سراق، بمعنى الناس تتأثر. ولهذا طبعا وكل مراحل العمر لها نوع إعجاب. الأطفال يعجبون بمراحل، بأمهاتهم، بآبائهم، بنظرائهم، وأحيانا مع أسف الأفلام الكرتون إلى آخره. الشباب يعجبون بأنواع معينة من أصحاب البطولات ولا أصحاب الشخصيات، سواء بحركاته، بلبسه، يعني طريقة الجاذبية تختلف. بمعنى أن طبيعة الإنسان يحب التقليد ويحب المحاكاة، ومن هنا جاءت خطورة القدوة. خطورة القدوة جاءت بالفعل لأن الإنسان بطبعه يميل للقدوة.